وزي كفن تبع الموجة. ليلة في سبيشال جيس فرحان برشا باستقبال واحد من نجوم انستغرام اللي تعرف بالانرجي والثمار نتاعو الانستغرام. ضيفنا ليلة مباشرة من فرنسا بالتحديد في نانت حما ستوريز. مرحبا يا حما. مرحبا. اهلا احنا على الموجات توا ديريكت الموجات في المباشر يا حما. مرحبا بكم احلى موجاتكم وزيك. شاولك يا حما. والله فرحان برشا معناها اللي فكرتوا فيا عايشكم. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا سيرتو الصبايا اللي جايو يستنوا فينا من الصباح. يستنوا فينا برشا من الناس من الصباح يستنوا في الانترفيو هذا يستنوا حما سوري باش يعرفوا عليه برشا حكايات. ممكن الحاجات اللي يحبوا يعرفوهم حما كيفاش بديت حكايتك على انستغرام؟ هنا معناها الانستغرام اللي طلعت وكل شيء وبديت نصور. هي الانستغرام بدت من هنا، هم بدوا ستوريات من هنا وانا شديت في دي التليفون من هنا. ما حبستش على ستوريات. مثال كانوا يتفرجوا فيا خمسه هذول ولاد حومتي، كانوا يتفرجوا فيا عرفتك اللي مقدريني وانا مش مقايس نصور كل شيء. عرفت كنت عارف اللي في مخي باش يجي نهار وباش نتعرف. ما فيش معناها بقيت نصور مكبس. تحب نقول كيف تعرفت ولا شنو ممكن شنو الحاجه اللي ترشقت الانستغرام نتاعك؟ ممكن ليفينمون ماركان. والله انا معناها وقت عندي بيريود عندي 4000 دوما جيت لهني لفرنسا كل شيء. عندي 4000 ونصور كالعاده في العبيد هكا بالفلاش والجوانيس نصور في الشارع وكل شيء. يا اخي مره بارتجتني في الليل الانستغرام بس معروفه برشا لينا الخوي معناها الحياه سلموا عليها زاد لينا اي سلموا عليها برشا معروفه على الاخر لينا كي بارتجتني في الليل هذيك. وانا وقتها مهبط برشا ستوريات وكل شيء في نهار في 24 ساعة زدت 10,000 وقتها معناها ولا عندي 14 ومن 14 والكونت معناها ما حبسش بقى تبارك الله يعني الناس دخلوا عليه من حيث لا أعلم. من وقتها من وقتها حتى لليوم نحكيه على 293,000 متابعة على انستغرام. كنت تحكي لي كنت تحكي لي أنا منيش مأيس وكلما اسكو كنت تتوقع العدد هذا باش تخلط له نهار؟ جملة والله لا في بيلي. أنا من الأخر أصلاً مية كنت نشوف فيها بعيدة. في بيلي مش نعمل 40-50 ماكس كان وصلت مش نرمال. في بيليش نوصل هكا معنى قريب 300,000 وفي 15 راكا هاو معنى اللي هو خلينا نقوله رقم قياسي ولا أنت قلتها. أما حما لعبيت تعرفك على انستغرام، لعبيت تعرف جوك على انستغرام، أما خلينا نتعرف عليك أكثر. شنو اسمك حما الكامل؟ أنا اسمي محمد الزكراوي، عمري 23 سنة. هاي 23 سنة. نتعرفوا على الوالدة. شنو تخدم الوالدة؟ ليلى. الوالدة ما تخدمش، ميدة سجاوي قاعدة في الدار، خدمة لا خدمة. والوالد ايش يخدم؟ اللي نعرف الوالد يخدم في الشومينو. هاي معروف على بابا تونس الكل تعرف يخدم في الشومينو تبارك الله عليه. واللي نعرفه عندك زوز اخوات؟ رحاب تحكي عليها برشا في الـ في الـ في الفيديو نتاعك. خاطر عشت معاها برشا خاطر هاي يعني كنت عايش في تونس كل شيء عشت معاها اكثر من اختي الكبيره كل شيء. هذاك معناها عندنا اكثر حكايات كنكون انا وياها ما بتينا الدنيا بريسك. هذاك علاش عندي برشا حكايات ديما نحكيهم وكل شيء. وعندك اصحاب على الاخر معناها اكثر من الاخوات. وعندك زادة اختك الثانيه اللي هي تعيش في فرنسا. اي اللي انا بحذاها تو. واللي انت بحذاها تو معناتها كيفاش خرجت لفرنسا ومشيت بحذاها؟ انا كملت قريت 3 سنين في نيبل قريت ميكانيك وبعد حسيت كنت نمشي نقرا سيكل انجينير في بنزرت. بعد اخي عملت مشيت عملت جروب مو فاميليال وطلعت بحض اختي خير من القاعده في تونس بصراحه. ما عادش نحمل ما عادش نطيق. وقت كي خرجت دز علي الخير ما شاء الله. انا خرجت من هنا والانستغرام خرجت من هنا الحمد لله يا ربي. اي والخير هذا موجود في فرنسا. معناتها ايش تعمل تو في فرنسا؟ تقرا تخدم؟ متوا نخدم نخدم في بولونجي معناها بور لو مومون. عرفتك اللي خدمت شادين يد معناتها شادين يد خدت الاوراقي كامل واحد في سبتمبر هي. وبعد صار لو خدمه في الدومين نتاعي ونكمل نقرا على الشلي معناها عادي مخي زي المحلوق نجم نفدلك ونقرا عن كل شيء. وبالنسبه لك انت فرنسا نهايه المطاف ولا معناتها تنوي تستقر في بلاد اخرى كندا امريكا ما نعرفش؟ انا فرنسا ما قديتهاش مش ذا كاميرا لسنا كندا وامريكا بيها كاميرا. انا قلت فرنسا بالسيف مع العرب حاسين. انت قلت لي انت قلت لي خرجت معناتها من 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 تونس وقلت لي معناتها تفرهت ما تحبش معناتها ترجع لتونس ما تتوحش تونس؟ جمله نقدر نعيش غادي جمله ما فما حتى حاجه تتوحشها في تونس؟
توحش دارنا كهو دارنا كنتوحشوا معك نكلمهم فما كلم فيهم معناها ديما بريسك مش بريسك كل يوم نكلم فيه ماما معناها حتى في النهار نكلمها بخمسة مرات خاطر البعد على العائلة ما هو سهل معناتها اي اي لي عادي 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 المهم خير من نبقى غادي معناها بالنسبة لي انا ما تشجعش على الخروج راه ابقوا في تونس ردوا بالكم تخلطوا علي انا هارب بصراحة منكم يلا حمّا اسمعني على الانستغرام تاعك معناتها نلقاوك تحكي على اختك تحكي على امك تحكي على الولد نتاعك فما 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 بلوزيور ايفينمون مربوطين بالوالده وخاصه خاطر ماما معاش شخصيه طريفه نحسها اي حاجه تعملها ديما فما حكايه فيها شخصيه طريفه معناتها الذمار نتاعك تسمدوا من الوالده نتاعك ليلي صدقني لي راه كان انا جيت ضامر في الدار عرفتك اللي شفت ريتهم الكل مش ضامرين قلت ايش نبقى نعمل نبقوا هكا خلينا نطلع انا ضامر على الاقل قلت طلعت انا الضامر انا جيت ما نعرفش كل حاجه تعملها هي تعملها مسكين على حسن النيه هي انا ديما نلاحظ اللي فيها حاجه بيزار ما تنجمش تعمل حاجه ماهيش بيزار هي تبدا كيكا تعمل ديما حاجات بيزار يا اخي انا نحكيهم عن العبيد ما نسترش كما اخيرا ضاعت هكا ولا لي مؤخرا ضاعت في التراب في التراب يعني مره في التراب قد تحكي تحت بعزوزه ماما ما ترحمش معني امور حديث ما تعرفي حكت لها على قعفور الكل واحنا هابطين وقتها لتونس عنا عرس باش حكت لها على الناس الكل يا اخي زعما فيتها التراب احنا هبطنا وبابا بقات هي تعدى بها التراب حسي نحكي لك شو فضيحه وقتها وانا نبكي وانا صغير انت حكيت على قعفور معناتها اللي نعرفوا عليك ديما تحكي على قعفور وتقول لنا من قعفور ما توحشتيش قعفور ما توحش صحابك نتاع قعفور توحشها بالطبيعة قعفور توحشها نحكي على ما مش باش نروح باش على خاطر قعفور انا نروح اما مش وانا قعفور بوقع وحيدة نتوحشها نحب قعفور على الاخر بيه حما لهني خلي نسائلو حما اللي تعمل فيه انت شنو تسميه سو تيب نتاع ستوريات وفيديوهات شو تسميه؟ انترتيننج انا نمتع في العبيد نحس نفرهد فيهم فما الناس قلقة ضربهم القلق في تونس وجينيا كل شيء هكا هكا مجلس النوابي يمتعهم شوي انا شوي نفرهدوا على العبيد باهي اما انت تبيش تضحك العبيد معناتها تبيش تضحك العبيد تتعرض لعديد الانتقادات معناتها فم برشا من السبك عادي بلوك ونتعدى بلوك انستغرام بلوك فيسبوك بلوك ونتعدى على روحي مني فيهم دخلني ما تاثرش يمني شاخر همي انا ماني نضحك فما عبيد يضحكوا ميساجات ما تحبسش الناس تضحك وفرحانه يز كاي الفايده شني فيهم انا الاخرين معناه بالروس فما عبيد ما يعجبهمش العجب واش عندي نعمل لهم هو فما حما يعجب الناس الكل ديجا فما حاجه تتقالي يقول لك dont make stupid people famous الكلام هذا يتوجه لك لا ما تنجمش توجهه لي لي انا ستوبيد بيبل لا لي مش انا مش انا باش نوجهه لك معناتها فما من الناس اللي يقولوها عليك فما اللي ينقدوك بيه انا نعمل في حاجه واعي بها معناتها ايش نعمل تضحك الناس حاجه صعيبه على الاخر بالعكس انك انت تعتقد انك كذا تضحك في الناس حاجه تافهه ما تكونش انت معناها انت اللي تكون ديبيل معناها ما تفهمش خاطر الضحك حاجه صعيبه على الاخر بالضحك العبيد كل يوم 24 انا نضحك في العبيد حاجه صعيبه على الاخر مجهود كبير على الاخر معني مخي يتحرك تعاد عشان ندبر في حكايات ونحكي كل شيء ونضحكهم واي حكايه نورمال نجم نرجعها الضحك حاجه صعيبه على الاخر وباش تعمل حكايه وباش تعمل حكايه ضحك مثلا تعمل فيديو وتحكي كيف ما فما في انستغرامك هاك مره تحكي على العرس هاك مره تحكي على الخطوبه قديش تاخذ وقت الحكايه انت والحكايه ساعات حكايات مثل العرس كيما العرس هذاك هذاك حكايات نعيش فيها بريس كل صيف معناها هذوك حكايات ما تشدش من هذاك جوست نحط التليفون قدامي ونحكي ما نحبش فما مواضيع اخرين لازم نفكر فيهم وكل شيء ونحكي وشوف شلون الكلام يضحك شنو الكلام ما يضحكش شنو الكلام ما نجمش نقوله هكا فما مواضيع ياخذوا مني برشا وقت مثلا نبقى نهارين نفكر في لايف فما لازم في نبدا نحكي ما نحبش نبدا نتعادى الموضوع الموضوع انا بطبيعتي هذيك هي حياتي معناها ديما نضحك ديما نحكي ديما هذا ريب كبير معناها ما نحبسش على الكلام ديما نحكي هكا تشوف معناها على عينك شيء ها ما خليت لي ما نقول هو حمل هنا على الانستغرام تعرف روحك صانع محتوى بالطبيعه البعض يقول اللي انت ما عندك حتى محتوى معناتها هو مجرد انسان قلق يعمل في فيديوهات وكاو ما هذيك هو المفتاح طيب ايش رايك انت عندي ولا ما عنديش انا لهني مانيش باش نحكم انا لهني نسال باهي مش مشكل اخويني انا نشوف في روحي هذيك هو المحتوى نتاعي نضحك العبيد انا نشوف هذيك المحتوى اللي انا نعمل فيه اللي يحب يعتبره مش محتوى مش لازم بالسيف هو وبالنسبه لك انت كي ضحك العبيد
كيفاش تحس بروحك ضحكت العبيد ولا خلط باش تضحك العبيد؟ ال 293 ألف أبوني الكل يضحكوا هذوك ما؟ 293 ألف أنا منأكد لك 90% منهم يضحكوا 90% يحبوني، فما بتبيع لي بعد ما يحب يمشي يحكي في ظهرك، فما ناس هكا وهكا معناه. أما أنا الميساج أنا ما بارتاجيش لي ميساج معناه، أما لي ميساج ما يحبسوش، كل ما نعمل أكتياليزي جوني دي ميساج كل شيء تحبني باللي معناه، ماشي نضحك الناس نبكي فيهم أنا هكم يضحكوا الناس شيخة مش نرمال. فما عبيد تتوحم تتمشي تقول يعني لوحم سهلتوا لي انت، فما الناس عادي في الباك ستريس يقول لي الباك سهلتوا لي انت، فما الناس مرضى يقول لي راك المرض سهلتوا علي انت معناها انا بديتها ما في باليش اكيد معناها حما سوري سمعتها وصل حتى يكون ثيرابي معناتها بالنسبه للعبيد المرضى. اي والله برشا عبيد اللطف يبدا مثل مريض بالكونسير كل شيء ربيش في الناس كل ربيش فيه كلمني يقول لي راك نحل ستوريتك معناها نتفرهد على الاخر معناها ننسى المرض كل شيء. انا ذيك حاجه تتحفزني باش نحكي باش نضحك معناها، كي يقول لي واحد راك تافه ولا راك ما تضحكش ولا ديبيل هذيك ما نحسبوش جمله ما ناخذلوش تلفخوش جمله من نخذ الاقل عبيد اللي نضحك فيهم ليل مع نهار هذوك. احكينا احنا على الكرياسيون دو كونتوني، اش قولك في صانع المحتوى اليوم في تونس؟ يحشموا والله صراحة كعبتين وكعبة به شكونهم الكعبتين وكعبة؟ حب أحمد في اليوتيوب تحكي ولا في الانستغرام يوتيوب؟ نحكي في في الزوز معناتها، خلينا نشوفوا شكون اللي نجحوا معناتها باش يجمعوا في الزوز. أنا ما عارفش نحب أحمد ريابي فيديوهاته يضحكوني على الأخر نحب عارفش خاطر كعب مين نحبه هو نحب أحمد هكا. بالنسبة لك أنت اليوم أحسن كرياتور دو كونتوني في تونس هو أحمد ريابي؟ أحمد ريابي صراحة. نحكي ونسمي لك أسامي؟ سمي تفضل بيسيرش. سحري بحري؟ سحري بحري والله ما تفرجتش فيه، سحري بحري نعرفه كان في التلفزة حقيقة متاع ربي، ما تفرجتش في اليوتيوب بتاعه ولا بكي. ونحب زيدا مصفح واسع على الأخر، مصفح واسع من الجمش مع المسطرش بكي. إيش قالك في بكي؟ تعجبني زيدا بكي. سامي شافعي ما نتفرجش فيه، عمري ما نتفرجش في فيديو متاع حقيقة متاع ربي، ما منيش انتريسي بلي عمر فيه. به حما اليوم يتابعوا فيك برشا مشاهير على انستغرام، مرحبا بهم يهبلوا والله. والله انا فرحان برشا. شكون المشاهير اللي قرب منك؟ شكون اكثر مشاهير قرب منك ويبعثوا لك ديما مساجات؟ برشا اكثر مشاهير يبعثوا لي زوز معناها ديما 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 يحكوا معايا. زازا بالرسمي لسانه مريتش تواضع اكثر من هكاك معناها، وفي بوكي نقدم لهم تحيه، وبرشا اخرين لو مروه العقرب كيما تبعث لي كل شيء معناها، برشا اخرين جوليا الشواشي زاد معناها تحكي معايا بريس كل يوم، اما زازا وفي معناها بريس كل يوم كل يوم كل يوم يحكوا معايا. ما فماش مشاهير متغشين عليك؟ محسوب متغشين ما فماش، شكون نجم يتغش عليا؟ ماش متغشين حما اسمعني خلنا نحكيو على انستغرام، شكون الانستغرامور ولا الانستغراموز اللي ما تتصورش روحك تعمل لها بوني؟ فما هو النجم يعني نخاف ما نذكر اسمه، هي مسكينه الطفله ما وصلتني بحد شيء ما تتغشش معناها ما نصورش روحي نتبعها خاطر مش انت اللي جمله باش يعملوا فيه. شكوني؟ ما عرفش انا نور مثل قدوز ما عارفش نحس ما يعجبنيش الكونتوني اللي عنده، تفرجت فيها كنت تفرج فيها وبعد بالنسبه لي كنت ما عنديش كونتوني. سليم الجمله بصراحه انك اسو برشا ما عندهمش كونتوني معروفين، لا انك تصور نهار كامل وانت وين مشيت وانت وين قعدت وكل شيء، هذيك بالنسبه لي انا ما نعتبرهاش كونتوني. وهي هي ما هكا انت زيد هكا انت ساعات معناتها تورينا حياتك، ساعات تورينا في الكونتوني نتاعك نشوفوا الكوتيديان نتاعك. ناحيتي نضحك بيه في الناس، هو مثل عالج مشكل عامل حكايه، مش توينا نمشي نخرج القهوه حتى كيف نخرج القهوه مثلا نتصور نعمل بيه حكايه تضحك معناها، ما عمري ما نعمل ستوري كيكا ديما نضحك، مستحيل ما نضحكش اصلا، ما نهبطيش ستوري كي نلقاها ما نضحكش ديريكت نفسخها، ما مش باش نفرض على بيت الكل يولي يضحكوا زاده، يمكن عاملين لايف ستايل وكل شيء، اما تموت وصعب باللايف ستايل اللي كرهناه اللايف ستايل اللي كرهناه ولا كلهم كيف كيف به ولو يشبهوا لبعض برشا سميلي سميلي تراه سميلي برشا اخرين ما نعمل لهم شيء، مثل يا ربي ما نحبش نذكرهم خاطر كنت معناها نتعارك معهم قبل، الاخوين التومي لينا وليندا التومي هذوكم هذوكم مستحيل نعمل لهم فولو، ديجا ما كنتش نعمل لهم فولو، برشا اخرين تعاركتوا مع بعضكم علاش شنو اللي صار؟ يا خويا انا جيت نفادلك، انا ماني ديما نفادلك فادلوكي، جيت نفادلك على الكاتوسه نتاعنا كل شيء، قلت لها توكي تموت نعمل لك جنازه كيما الكاتوسه نتاعهم،
هم فهموا بالخايب عرفت ما عرفش يا لا اخي بعطيك إيه المثال هم يحبوا واحدة فيهم الحيوانات معناتها برشا هذيك عليه تملل عليهم احنا هم نحبوا الحيوانات كلنا نحبوا الحيوانات تجيني بالله حما اسمعني حما الوقت حما نحكيو على انستغرام معناتها فيه 293 الف ابوني كيفاش معناتها من السنوات هذه كل 3 سنين تقريبا عندك انستغرام هكاك حما اي في 15 عملت النمبر هذا بها ما 3 سنين معناتها اليوم من بعد 3 سنين ولينا نلقاوك تعمل في دي بيوب معناتها انا ساعات نتابعك معناتها على انستغرام نشوف اللي عندك نعمل دي بيوب نعمل اليوم كتبخ اليوم كتبخ هل قل لي هل انت معناتها اليوم تنجم تعيش بمداخيل البيوب هذه فقط؟ لي انا لي الحمد لله انا عايش من غير انستغرام لهنا نخدم كل شيء اصلا الفلوس يكون اللي باش يجوني من انستغرام يستوي لهنا حتى شيء معناها بيعملوا لي حتى شيء في فرنسا فلوسنا بعثين من دارنا صحيح دارنا معناها سافا عايشين في البلاد اللي في معناها في بيه في حد يعوض لهم على التعب اللي تعبوا عليه والقرايه القرويه هذيك الكل نعوض لهم مثل دارنا انا بعثهم انا فلوسي كل انا بعثهم ماما معناها والله جامي خذيت فرانك بالانستغرام جيني لهنا معناها عمري وما نفكرش اصلا باش نخدم كان جيت لي انا كهو ما نخدم الجمله في البيت معناها انا بعث فلوس ديريكت لماما عمري ما ناخذ فرانك وقديش شيخ كان كي نبدا انا وقديش شيخ وحما نعم. فلوس على بيوب مثلا انت وانا ولا انا وكيفاش نتفاهم معاهم فما نخدم معاهم بالشهر فما بالنهار فما اعطيني هكا موين خلينا نقولوا معناتها بيوب عاديه ماهيش باش تاخذ برشا وقت انا ساعه ما نخدمش انا ساعه يجوني في النهار ساعه بتروا بيوب انا نخدم في الشهر تروا بيوب معناها انا نجم نحكي لك براسمي معناها نجم في الشهر ندخل 10 ملايين فاسيل معناها راني معناها ما نتعبش فيهم 10 ملايين هل وليت عباره من سوسيتي فما شكون اللي يبيك حما فما مانجر فما حكي هكا عندي مانجر عندي مانجر اي وعندي عندي معناها عندي تروا عندي اي وعندي اريج وابتهاج نحييهم برشا برشا ثلاثة من الناس معناتها معاك يخدموا كاريمون ثلاثة من الناس لاهين اللي نخدموا خدمة كبيرة على الاخر معناها نتاع اليوتيوب راهي خدمة معناها نختاروا خاطر يجوني برشا برشا على الاخر عندي ايميل وعندي باج اسمها حما وورك يجوني برشا خدم وديما نختار منهم واحد هكا حما انا باش نقول لك حما غزولي احنا تويك الوقت غلبنا تويك العشرة متاع الليل 10:00 بتوقيت تونس عنا شوية اخر مراد دريدي باش يجينا في الاخبار عنا حيدر الشيرني شوية اخر باش يجينا في سبور اكسبريس وعنا وايز دي جي وايز باش يجينا في سنسيشن وايز انا حبيت نقول لك ميرسي انفينيمون على المومون المزيان هذايا يا حما انا مش شوق نحب نبقى نكمل معاكم مش هذه عبارات شوق عندك عبارات كولت كيما اهل صبايا كيما مشوق كيما شباب الدنيا En tout cas, Hama Mahlik, tu es très spontané. À la tbiyatak, ma tchamamch, dhahak fi barcha menez. Ou mission saïba barcha kif kinti kif barcha menez. Merci infiniment. Ya Hama, netmane le kol taufiq. Allez,